وانطلقت الآن جياد وأفراس الإنتاج السعودي عبر الأربع سنوات فأكثر التي كسبت من سباق وحتى ثلاثة سباقات. الآن في الشوط السادس على كأس وزارة العدل وعلى مسافة 2000 متر، قيمة الجائزة 80,000 ريال، والمركز الأول للجواد المتواضع من الداخل. الآن في المركز الأول يليه الجواد الصارم، ومن ثم جالود في المركز الثالث الآن، وأيضا هناك متابعة من فضل من الله المرشح الأول في المركز الرابع، دليلا في المركز الخامس والسادس لتيهور، ومتابعة أيضا من بقية الجياد في هذا الشوط. شاهد أيضا الجواد زاهر في المركز السابع، والصدارة للجواد المتواضع متصدر الآن، ومحاولات من الجواد الصارم من الخارج بالإضافة إلى فضل من الله وجالود ودليلة وأيضا تيهور وأيضا لبقية الجياد في هذا الشوط. وشاهد أيضا زاهر والصدارة للجواد المتواضع الذي يقود الجياد في هذا الشوط. الآن فضل من الله يقترب الآن للمركز الثاني، ويتقدم جالود مع فضل من الله. الصدارة لفضل من الله، جالود في المركز الثاني، وتيهور ما شاء الله يتقدم للمركز الثالث الآن، ومتابعة من بقية الجياد. وشاهد أيضا تقدم جابح من الخارج مع نهران، والصدارة بفضل من الله، والجواد جالود وأيضا تيهور الذي يتقدم للمركز الأول. ما شاء الله تبارك الله، تيهور الآن في المركز الأول يتقدم ويبتعد عن بقية الجياد. تيهور في المركز الأول يتابع أيضا جابح، وأيضا تقدم الجواد زاهر في المركز الثاني. تيهور متصدر، تيهور في المركز الأول يحاول أن يبتعد عن بقية الجياد، وآخر خمسة أمتار وكأس وزارة العدل للجواد تيهور لعبد الله بن سلطان البعير المدرب فهد برزيق والخيال خالد رويشد. ألف مبروك.